بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله القوات الروسية تقوم بهجوم كبير في غرب بخموت وقوات الجيش الأوكراني بدأت في ترك مواقعها والجيش الروسي يعلن تدمير مخازن السلاح لأربعة ألوية أوكرانية خلال استعدادهم للهجوم المضاد وضربات ثقيلة بصواريخ اسكندر بعد منتصف الليل على حشود الهجوم المضاد والجيش الأوكراني بدأ في حشد ونقل الأسلحة الغربية بالقطارات للجبهة وقوات أوكرانية عبرت بالفعل نهر الدنيبر وضربات جوية ثقيلة بالقذائف الذكية على الحشود الأوكرانية غرب أفديفكا وضربة ثقيلة لمقرات الفيلق الأجنبي في خاركيف تفاصيل وتطورات مهمة جدا هنناقشها باختصار في أقل من عشر دقايق تابعنا للنهاية عشان تكتمل عندك الصورة هنبدأ مناقشة التطورات الميدانية من حملة القصف الجوي الروسي والطيران الروسي شن موجة جديدة من القصف الجوي الثقيل استهدف من خلالها أبرز مستودعات الذخيرة للجيش الأوكراني اللي بيحشد وبيستعد على جبهات القتال لبدء الهجوم المضاد والضربات تركزت على مواقع الجيش الاوكراني في مقاطعه خرقيف المخطط أن يكون جانب من الهجوم المضاد بينطلق منها دمرت مخازن الذخيره الخاصه بالالويه 54 و80 وهي الويه مشاة ميكانيكي في بالاكليا وفي كراماتورسك دمر مخازن السلاح والذخيره الخاصه بالويه الهجوم الجبلي رقم 72 و 128 ودي مخازن السلاح الضخمه بالاضافه لمخازن سلاح فرعيه ومستودعات سلاح فرعيه في مناطق فوديانوي وكيروفو في مقاطعه دونسك ودمر عدد من مستودعات الاسلحه الفرعيه في مقاطعه زاباروجيا والجيش الروسي رصد حشود كبيره من القوات الاوكرانيه في مقاطعات الشمال وفي زاباروجيا فيما يبدو انهم كانوا بيستعدوا لبدء الهجوم المضاد قبل الذكرى اللي بيحتفل فيها الجيش الروسي بالانتصار في الحرب العالميه الثانيه ولكن الجيش الروسي وجه لهم ضربات ثقيله بالصواريخ البالستيه من نوع اسكندر ام والضربات الروسيه احدثت خسائر كبيره في حشود القوات الاوكرانيه وشتتت القوات واحدثت ارتباك وبلبله كبيره في القوات الاوكرانيه ومعلومات المراسلين العسكريين بتاكد ان المتغير اللي حصل من القصف الروسي المكثف بكل وسائل الهجوم على الحشود الاوكرانيه وعلى مخازن السلاح طرح او فرض عليهم مناقشه تاجيل الهجوم المضاد لكن لحد الآن مفيش مؤشرات على اتخاذ قرار بتأجيله وكل الحشود الأوكرانية بيتم حاليا نقلها إلى جبهات ومحاور القتال الأساسية وظهرت مشاهد لحشد بالقطارات لدبابات ومدرعات وأسلحة غربية بيتم نقلها إلى محاور القتال والمراسل العسكري الروسي رومانوف أكد أن في عدد من القوات الأوكرانية بيتراوح ما بين 60 إلى 100 مقاتل من القوات الخاصة عبروا نهر الدنيبر ونزلوا تاني في منطقة داشا شرق خرسون وكان في قوات خاصة أوكرانية نزلت في نفس المنطقة من أسبوعين تقريبا وتم ضربهم وتدميرهم بالمدفعية الروسية فيظهر أن الجيش الأوكراني أرسل هذه القوات عشان تقوم بعملية تأمين رأس جسر لعبور القوات الأوكرانية منه ولكن القوات الروسية رصدت مواقعهم والغريب أنهم لحد الآن لسه ما هجموش عليهم وفي سر غريب في الموضوع والنهارده الجيش الاوكراني يوجه قصف مدفعي من غرب دونسك باتجاه عاصمة المقاطعة مدينة دونسك وأصابت عدد من الأهداف في المدينة أهداف غير عسكرية والجيش الروسي رد بحملة من أثقل الهجمات وضربات القصف الجوي على مواقع الجيش الأوكراني في أفديفكا وهجم على احتياطات الجيش الأوكراني غرب مدينة أفديفكا واللي كانت بتستعد لتنفيذ هجوم مضاد على قوات روسية لطردها من مواقع السيطرة على خطوط الإمداد الأساسية في المدينة في الطريق السريع اتش 20 وخط السكه الحديد غرب افديفكا، ولكن الضربات الروسيه احبطت نوايا الهجوم وحصلت خسائر كبيره جدا في حشود الجيش الاوكراني، والنهارده رئيس المركز الصحفي للمجموعه الغربيه العقيد سيرجي زيبينسكي اكد ان المخابرات الروسيه تمكنت من تحديد قاعده لقوات الفيلك الاجنبي في قريه ايفانوفكا وسلمت مواقعهم واحداثياتهم للقاذفات سوخوي 34 الروسيه اللي نفذت ضربة ثقيلة ومزلزلة بقذائف فاب 500 الموجهة بالقمر الصناعي دمرت كامل المواقع السكنية للقوات الأجنبية المرتزقة التابعة للناتو ولحد وقت تسجيل الفيديو الضربات الروسية الصاروخية وبالطيران وبالدرونات مستمرة فهل من وجهة نظرك ده يجهد الهجوم المضاد ولا حجم الأسلحة الغربية اللي وصلت لأوكرانيا لسه برضه كافي لبدء الهجوم؟ اكتبوا لنا رأيكم في التعليقات اما عن بخموت فالنهارده قوات شركة فاجنر وسعت من هجومها في المنطقه المحصنه غرب بخموت وحصل تقدم ولكنه تقدم طفيف ولكن حصل شيء غريب تم رصده في فيديو لعمليات هروب لقوات الجيش الاوكراني مع رصدهم عمليات قصف روسيه بدأوا في مغادره مواقعهم والهرولة وبعدها فعلا حصل قصف بقاذفات سوخوي 25 تابعه لشركة فاجنر والنهارده رئيس شركة روستك أعلن إن القاذفات سخوي 25 بيتم تعديلها بحيث تطلق القذائف الذكية الموجهة وإضافة منظومات حماية إلكترونية وهنا الروس بدأوا يضعوا أيديهم علي أهم مقومات الحداثة لاستغلال قواتهم الجوية صحيح عندهم قاذفات حديثة ومتطورة جدا زي أربعة 34 ولكن بلا شك دي إضافة كبيرة جدا وهترفع من عدد القاذفات التكتيكية الضاربة علي خطوط المواجهة عشان تكون ال 400 طائرة المخصصين للحرب في أوكرانيا كلهم بيمتلكوا القدرة على توجيه الضربات العميقة في وجود الدفاع الجوي والنهاردة رئيس فاجنر يفجين بروجوزين أعلن أن الزخائر بدأت توصل لهم من مخازن الجيش الروسي ونتيجة لذلك وسعوا هجومهم والجيش الأوكراني تعامل بشك مع كل اللي حصل خلال الفترة اللي فاتت وأكدوا أن القوات الروسية بتطلق في اليوم 35 ألف قذيفة مدفعية وما عندهمش مشكلة غير في الأفراد في الواقع ما عندهمش أي مشكلة هم بيستدرجوهم لكمين والمخابرات الغربية حذرتهم من الانسياق وراء ألاعيب بروجوزين شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته